بنعمل حفلة بننسى ساعات إن في أطفال بنفتكر بعدها أو هم بيفكرونا، فليه إحنا ما نفكرش قبل ما هم يفكرونا إن هم موجودين، وبالتالي نتلاشى إن هم يدخلوا معنا في خلافات. فلو إحنا فكرنا صح ووضبنا المكان، لو عازمين ناس حتى لو أنا ما عنديش أطفال وولادي كبروا، بيبقى ساعات في عندي لعب مستخبية وحاجات محطوطة هنا وهنا، أو أجيب لهم هدايا، وأول ما يجوا بشغلهم بديلهم حاجات، ممكن اديلهم حاجات يلونوها، بحط لهم شوية ألوان، بحط لهم ورق واسيبهم يلونوا. يبقى أول حاجة بيجوا في مكان أسيبهم يلعبوا فيه يكون مناسب ليهم، يعملوا اللي هم عايزينه، وبالتالي ما اشغلش بالي ده هيقطعوا ده أو هيكسروا ده، ركن صغير على جنب بحط فيها كل الألعاب ديت. الحاجة التانية اللي ممكن نعملها إن احنا نجيب لهم الأكل بتاعهم، أيا كان الأكل اللي عمله بجيبه وبحطه لهم، بمجرد ما أتأكد إن هم أكلوا شبعوا، يبقى في الحالة ديت بقى عندي أنا الوقت علشان أخد بالي من ضيوفي اللي هم أهاليهم، حتى لو ما كانوش أهاليهم هم أولادي أنا، وحسب نوع وأحجام وسن الأطفال بجيب اللعب. فممكن تكون لعبة لبنات، لعبة لصبيان، لعبة، المهم في الآخر يبقى عندي لعب لكل الأطفال وما انساهمش عشان ما يفكرونيش زي ما اتفقنا.